الزلفلاون، السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم في قناتكم كاهنة جورجرا كويزين نحضروا مع بعض كروكي رولي، وصفة رائعة اقتصادية في متناول الجميع، يعني ببنة الشوكولا تعطي ذوق مميز. نتمنى تجربوه وتعتمدوا الوصفة. لا فيرسيون استقبالي تاع ستمازيغ سي الى وسطاكي ان شاء الله متسوجدة تسبيبليا دي لاشين يرنا أسجل لو ليان سداو لا فيديو هيكي فرجة ممتعة. نبدأ بسم الله. المقادير جد بسيطة وفي متناول الجميع، غير بزوج حبات بيض نتحصلوا على طبسي من الكروكي، يعني هنا كيلتهم في هذا الكاس الصغير. ديت منه كيلة سكر، والكيلة الثالثة هي لكم الاختيار، يا تعمروها كامل بالزيت الى رايحين تاكلوها لو جورمان مام باردون، الى كنتو رايحين تخبيوها خلطوا نص مارغرين مذابه نص زيت سونغو كما راني ندير، يعني الاختيار يعود لكنا. كما تقدروا ديروه كامل ايضا مارغرين، اذا تحصلت على 3 كيلات، كيلة بيض، كيلة سكر، وكيلة زيت، خليط الزيت والمارغرين أو الزبدة. هنا ندير كيلة تاع البيض بالصفار والبياض مع كيلة سكر، مغرفة صغيرة فانيليا. هنا نخلطو غير بالفوي، يعني ما تحتاجش جهد كبير. كما تقدروا تخدموا بالباتور. بعد ما ذاب السكر نبداو نضيف الكيلة تاع الزيت او المارغرين، ولكن شويه شويه حتى نكملوا الكيلة كامل. بعد ذلك نضيف هنا اختياري مبشور البرتقال، كما على بالكم البرتقال مع الشوكولا يعني يجانس الذوق ويجي بنين. نكملوا هنا المايزينا، يعني سبق ان حضرت كوم كروكي ما درنالوش المايزينا. هنا كوم نديرو الكاكاو كما تعرفوا ينشف العجينه، دونك ضيفوا 2 الى 3 مغارف، ضفنا عليهم مغرفه صغيره ونص خميره كيميائيه، يعني حوالي 7 غرام. بعد ذلك نقسمو الخليط الى جزئين، الجزء الاول نلموه بالفرينة والثاني نضيف له الكاكاو. يعني نعاود، درنا كيلة بيض، كيلة سكر، كيلة خليط الزبدة والزيت مع 2 مغارف الى 3 مغارف مايزينا مع حوالي 7 غرام خميرة كيميائية. هاوليك الجزء الأول، هنا نبداو نلمو غير بشوية العجينة أو الجزء الأول حتى نتحصلو على قوام، يعني خليوها طرية ما تيبسوهاش بزاف، غير ما تلاصقش في اليد فقط. ما هي نكملوا مع الجزء الثاني اللي قلت لكم نديروا له الكاكاو. بيان سور رايحين ندوزوه في السيار. هنا اذا كان الكاكاو الاسود يكتفيوا بمغرفه واحده، مغرفه تاع المغرفة صغيرة.
الى كان الكاكاو البني ديرو وحده الى زوج كما تحبوا يعني حتى تحصلوا على هذا اللون. هنا ما تنشفوهاش، خليوها ايضا طريه. كما نقول لكم دائما الكاكاو ينشف العجينه، دونك حذري ما تغبنكمش. هاي لك هنا مباشره فوق البلان دو ترافاي نرشو بالفرينه ونديرو في الاول العجينه البيضاء، تليها العجينه البنيه، بيان سور ضيف عليها شويه فرينه هكذا ما تلصقش في الغلو. هنا ما حبيتش نطول في الفيديو، ندير لكم زوج او ميم طون باش تشوفوا الطريقه اللي درنا بها هذا لو بودا. يجي هكذا بهذا الشكل مشتي باللونين البني والابيض، صدقوني اكيد تعجبكم وتوليو تعتمدوا الوصفه. هي طريقه جد سهله، غير بحذر العجينه طريه بزاف. خلولي تعليق وجام الى كان كذلك، يعني حبيتوا الطريقه. سخنوا الفرن على درجه حراره 150، كي طيب من التحت شعلوها شويه من الفوق تاخذ فقط اللون هكذا الذهبي. والتزيين تقدروا تخليوها غير بلاكوش تاع شوكولا، شوكولا الحليب، او ذوبوا شويه شوكولا سوداء وديروا من الفوق خطوط عشوائيه بهذا الشكل، يعني للديكور فقط، وبموس تاع المنشار. وبحذر قطعوها بهذا الشكل، يعني ننصح المبتدئات هنا الى خفتوا يعني تتفتت بما انه العجينه كما قلت لكم هي هشه بزاف، حتى تقطعوها وهي سخونه وكي تبرد تماما زينوها بالشوكولا، يعني ما تخليوهاش حتى تبرد. هذه نصيحه مهمه وتتحصلوا على هذا الشكل الرائع. نتمنى جربوها وتعجبكم إن شاء الله. نخليكم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.